السلام عليكم. كل شيء في هذه الدنيا ناقص، وكذلك الإنسان خلق ناقصا. الكمال لله وحده، ووحده من جعل النقصان من مسلمات الحياة. ومع هذا التسليم بالنقصان، لا تبحث أنت عن الإنسان الكامل ليشاركك حياتك أو عملك، لا تبحث عن الزوجة أو الزوج الكامل، لا تبحث عن الأخ أو الصديق أو الموظف الكامل، إذ أنت نفسك لست شخصا كاملا. كيف تحتم على من حولك أن يكونوا كذلك؟ لا تكن الشخص المستاء دائما في كل مكان وفي كل موقف، ويحول كل أمر إلى انتقادات وخلافات ومشاكل، لأن ما حدث أو ما قيل أو كل ما حوله لا يناسب رؤيته المثالية للأمور، والتي قد تكون في بعض الأحيان مجرد وجهة نظر وقد تكون خاطئة. لا تستمر في إخبار كل من حولك أنهم على خطأ أو تصرفوا بشكل غير مناسب أو غير لائق وكأنك أفضل منهم، لأنه مع الوقت سينفرون منك ويتجنبون مثاليتك وانتقاداتك المستمرة والمزعجة. العيوب والنقائص والفروق في القدرات بين الناس هي من حكمة الله في خلقه. توقفوا عن التكلف في مواصفات الأشخاص من حولكم ودعوكم من شروط الكمال. اجعل قلبك لينا أكثر، وحاول قدر الإمكان أن تكون شخصا سهلا بسيطا، يتساهل ويعذر ويعفو عند المقدرة، شخصا حكيما يستطيع أن يفرق بين أخطاء من حوله التي تستحق العتاب والمحاسبة، وبين أخطاء وتصرفات الناس العفوية التي يتم التغاضي عنها وأخذها ببساطة، لأنها تصرفات بحكم طبيعتهم وقدراتهم وظروفهم المعيشية التي نشأوا فيها والتي تختلف من شخص لآخر. إذا ما سيطر الحب والمودة والتسامح على علاقاتنا مع من حولنا بدلا من البحث عن الكمال فيهم، سنجد السعادة والراحة والرضا في كل علاقتنا مع الآخرين. لا يوجد بيننا شخص كامل، فلا تفسدوا حياتكم بالبحث دائما عن الكمال في من حولكم. الكمال لله وحده. والله يحفظكم ويحفظ